وتصديا للارتفاع الذي ما زال يصيب بعض المواد الغذائية الأساسية لدى الأسرة العراقية، طمأن معاون مدير شركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع صلاح الدين سامر كرموشة مواطني المحافظة بوجود خزين كاف لثلاثة أشهر من مواد الحصة التموينية، مؤكدا توزيع الحصة بموعدها الشهري، وداعيا المواطنين لاستلامها من الوكلاء وتقديم الشكاوى في حال وجود تقصير أو تأخير من قبل الموزعين. بداية مخازننا مستمرة بتجهيز مفردات السلة الغذائية الخامسة. الحمد لله وصلنا تقريبا نسبة 70% من تجهيز المحافظة. بالنسبة لمواد الرعاية الاجتماعية، حصة الرعاية الاجتماعية كملنا الحصة السادسة، وإن شاء الله يبدأ القطاع يوم 17 بالسلة السابعة رعاية اجتماعية إن شاء الله. المخازن متوفر بها المواد وعندنا خزين يكفي ثلاث حصص لاحقة إن شاء الله. أطمن المواطن العراقي بأنه مواطني صلاح الدين بأنه المواد موادنا متوفرة وموجودة بمخازننا ومناشئ عالمية ومضمونة، والحمد لله يعني سلتنا الحمد لله مستمر إن شاء الله للسنوات القادمة إن شاء الله. أيضا يعني أطمن مشاكل في السلة والتسليم بالمواد الغذائية؟ الحمد لله ماكو مشاكل بتجهيز المواد للوكيل، ومن خلال الوكيل للمواطن العملية الانسيابية وبشكل حيل طيب والحمد لله. يعني مراكز استقبال الشكاوي المواطنين؟ عندنا خطوط ساخن لاستقبال الشكاوى المواطنين الحمد لله، وما عندنا ايضا اي خلل الحمد لله. مخازن تعمل يعني حتى أيام العطل والجمعة يعني مستمرين بالعمل لتجهيز مواد السلة الغذائية.